عسلام عسلام. علاش نشوفوا أغلبية الشباب في تونس يرى صعوبة في التعايش مع بنت المدينة؟ والله سي با توجور لوكا كيما قلت لك خاطر صعوبة في التعامل يعني في نتيجه يعني دونك كيل سونس صعوبه في التعامل يعني ما يلقاوش مع بعضهم يعني قناه الحوار ما معناها يشوف ديما بنت المدينه عينها محلوله بنت المدينه متقفه يعني دو بوان دو في اكزيجونس يعني طلبات ورغبات. بالنسبه توا بنت المدينه وبنت الريف اول حاجه كيفاش نحكيو ما عادش فما دي نيونس لي نيونس لي ديفيرونس ما عادش فما كيلكو نيونس ما عادش فما اصلا لي ديفيرونس بين مازال فما شويه لا خاطر توا بالتكنولوجيا مودرن بالجلوباليزاسيون بنت المدينه وبنت الريف يعرفوا كل شيء واللي بزوان اللي حاجتهم بها بنت مدينه براتيكمون تلقاهم في الريف حاجتهم ميم حتى دو بوان دو في حتى في بيتها ولا في دارها. المراه في الريف تو عندها كل شيء يلزمها ماشين لافي يلزمها الغاز يلزمها فريجيدير يا حاصل وقت كانت العباد تعيش في خيمه قبل بنت الريف تنجم تعيش معاك بنت المدينه ما تنجمش اما تو براتيكمون كما بنت الريف كما بنت المدينه يعني كلهم يستحقوا لازم في اللازم فما مينيموم نيسيسير نتصور بنت الريف ولا بنت المدينه ما تحش عليه. مي في الطبيعه ساعات تلقى واحدة بنت ريف عينها في العيشة في حاجات هكا واحدة بنت مدينة فهمتني دونك ما عادش صحيح قبل الريف كانت المرأة فيه نوعا ما محافظة أكثر من بنت المدينة كانت ممكن ما تطلبش برشا حاجات كيما في المدينة أما توا ما عادش فما ديفيرونس حقيقة أنا قاعد نشوف يعني ترافير مون إكسبيريونس بيرسونيل يعني انت عرفت الزوزه بيان سور انا نعيش في الريف ونعيش في المدينه وعندي اصحابي ومعارفي واقاربي على طفله معناها من الريف واكيد تعرفت على طفله من المدينه انا بالنسبه تاول مدام يعني نحكي لك انا معارض شوي مريض دونك مدام بنت بون تسكن في المدينه اما مدينه شبه ريف خاطر شوف ريت مشكله تاول في 2021 2015 هيك انه المدينه والريف ولاو براتيكمون كيف كيف اللي تلقاه في المدينه براتيكمون هو بيدو تلقاه في الريف زيد فما برشا حاجات موجودين في المدينه ما تلقاهمش موجودين في الريف شنو مثلا قل اكزامبل ميم حتى لي ماغازان تاو لي سوبر مارشي موجودين في الريف فهمتني شنو مازال مثلا كان مازال كان مطار تونس كارتاج ما فماش في الريف الانفراستركتور براتيكمون سافا لي مارشانديز الكل تلقاهم اي دو بلوس تاو الريف ولا مربوط برشا بالمدينه بويسكو يعني لي موان دو ترونسبور زادوا لي روت قبل كانت الارياف في شبه عزله تلقاه هو ابو العائله يمشي مره في الجمعه باش يشري شويه قضيه من السوق يروح تلقاه بالمدينه طفله في الريف ما تمشيش للسوق ما تمشيش للمدينه يعني سيتادير تو باللي مواي دو ترونسبور شاك جور تنجم تمشي للمدينه وتدور وتحاوص وتفريكونتي البنات في الريف في المدينه وكل شيء. مثال ولد الريف كي يجي باش يعرس بنت المدينه اسكو هي تنجم تعيش في الريف ولا بون العيشه مش بالضروره يعني هي العيشه في الريف فور بروبابل عندها شويه بارتيكولاريتي خاطر ساعات مثلا العيشه في الريف تبدا مثلا البلاصه دو بوان دو في كليماتيك خايبه شويه مثلا فهمتني دونك ما تنجمش تقدر تتاقلم الطفل اذا كان الطقس قاسي شويه ولا بارده ولا سخونه برشا تبدا عايشه مثلا دون زون فيل ما نعرفش كوتير ولا حاجه ديما الطقس فيها معتدل باش تمشي للجنوب باش تمشي لبلاصه بارده ما نعرفش كيما عند رام ولا ماكثر تنجم ما تتاقلمش مع البرد دونك فما مشاكل نتاع ادابتاسيون دو او كليما اكوردو بون باش تقول لي ادابتاسيون دو à la mentalité ou à la... Là, kif kif. Tawa, en 2021. Ma عادش فما شوف ريتك لي بارير اللي قاعدين نشوفوا فيها من قبل ما عادش فما تو خاطر راني قلت لك لا تكنولوجي مودرن والانترنت والكومونيكاسيون ولي مواد ترونسبور ولا كل شيء متداخل في بعضه ولا فما انتراكسيون كبيره برشا ما بين الريف والمدينه ما عادش فما دينيون ما عادش فما دي ديفيرونس دينيون بسات اكثر الاقل احكي لك فريمون ها الى بريف لو كان جيبوا طفله من الريف طفله من المدينه اللي تحكي فيه بنت الريف تحكي فيه بنت المدينه وكيف كيف زاد تحكي فيه بنت المدينه تحكي فيه بنت الريف فهمتني الانفورماسيون ولا تكنولوجيا مودرن نحاتهم لي بارير هذا من الكل ما تراش انه كل وحده بقات الصوره نتاعها هي معناها بنت الريف ديما هذيك فكره هذيك فكره نمطيه عند ناس واقف عندها من الزمان صافي لونتون مي توا بور لي جون اون 2021 ما عادش نتصور لي جون كو سوا طفله ولا ولد عاش عنده الاسبري هذا جو بونس خاطر الناس كل فريكونتيت بعضها قرات مع بعضها في المدارس وقرات مع بعضها في الفاكات وجا ومشي وفهمتني والانترنت فيسبوك الترونسبور فهمتني هو تو احنا تو دون ان موند دون ان موند يعني نسميوها لا جلوباليزاسيون تدير في العالم احنا تو العالم كل قريه ما عادش فما دينيونس انا تو من هوني نجم نكلم سنغافوره من سنغافوره نجم نكلم هونغ كونغ الريف والمدينه بقات نوسيون على الورقه وقت الاقل تحكي لي حسب تجربتك بيان سور اي
انت عرفت بنت المدينه وعرفت بنت الريف؟ بنت المدينه وبنت الريف كل نعرف خاطر انا بويسكو عشت في الريف قبل وتو عايش في المدينه وعندي صاحباتي بنات يعني مش صاحباتي يعني معارفي بنات يعني ولاد في الريف وفي المدينه وساعات تلقاه في المدينه في الريف يعرف حاجات ممكن اكثر من المدينه ولا كيف كيف ولا حتى طفل. انت باش تكون طفله محافظه ماهيش مربوطه بانها تكون بنت مدينه ولا بنت الريف. محافظه راهي عندها برشا معاني. برشا معاني. مش معناها محافظه يعني عائله محافظه موجوده كان في دونس، حتى في امريكا فما عائلات محافظين. المحافظه يعني شو معناها امراه محافظه ولا طفله محافظه؟ يعني معناها تلتزم بالمنظومه القيميه والاخلاقيه الموجوده فيها في وسط عائلتها. هذا اللي حبيت اقوله لك. موجودين البنات المحافظات كسوا في المدينه ولا في الريف. ماهيش هكاك انا على الريف دارك. قاعد تفهم فيا ولا ما عادش فما قبل خاطر تو مثلا اون تونيزي اون 1960 ولا في ليزاني 80 صحيح ممكن كانوا البنات بارتو اون تونيزي مش بالضروره في الريف محافظين اكثر من البنات تو فهمتني اما تو بحكم يعني المونداليزاسيون والعالم ولا منفتح على بعضه برشا بيان سور حتى المراه في الريف ما عادش محافظه كما قبل ولا كيف 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 بنت الريف كيف بنت المدينه دونك انا هكا خم ما نعرفش اسكو الناس كل معايا في اللي دي هذه اما جو بونس سي سا مي برشا رجال مازالوا يشوفوا انه بنت الريف معناها يفضلها على بنت المدينه الاكثر انه يخاف يخاف منها بنت المدينه لك حاجه هذاك عنده فكره نمطيه متحجره منذ اساطير الاولين لحد الان ما يحبش يعمل لها ميزاجور في راسه نصوم 2021 ما عادش فما ديفيرونس جيوغرافيك ما بين الريف والمدينه كيف كيف واللي تعرفوا بنت الريف تعرفوا بنت المدينه اللي تعرفوا بنت الريف تعرف بنت المدينه يفور بروبابل بنت الريف تلقى تعرف حاجات ما تعرفهمش بنت المدينه كيما شنو برشا حاجات برشا حاجات مثلا ممكن حتى دو بوان دو في ما نعرفش انا ادابتاسيون مع لي كونديسيون ممكن بنت الريف تتاقلم اكثر مثلا ما نعرفش انا ممكن تحط حتى في دي كونديسيون كريتيك شويه ممكن تتاقلم اكثر مش بالضروره راه فما بنات ريف تحسها ناقصه وفما بنات مدينه زاده كيف كيف دونك الطقس هذه على اساس جغرافي انا مانيش قبل حقيقه هذه ما تتسمى طقس على اساس جغرافي استدير هذيك تعيش في مدينه في ريف يعني وسط ريفي بسيط ما فيش مقاومات الحياه الكل وهذه تعيش في مدينه لا سيفيليزاسيون تاع لي بارتو ممكن حتى كان تابت في وسط الارض تلقى سيفيليزاسيون قد تفهم فيه ولا دونك ما جو بونس با في الحكايه هذه بنت ريف بنت مدينه لغه قديمه نتاع مامادي نتاع جدي